السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله وبالله، وضوح الحلقة الرؤية تبين وقوع حدثين في بلاد الغرب، ولكن هذه الأحداث لن تؤثر كثيرا على بلاد العرب. أحد الأحبة قال أنه بعث لي رؤية أولى، وقال رؤية ثانية يقول رأيت نجم سقط من قبل المغرب وله ذيل طويل وذهب نحو المشرق وسقط وكان يخرج منه نيازك وسقط في بلاد الغرب. ثم قلت للناس تحضروا راحقة انفجار وصوت عالي، وإذا رأيت دخان يظهر المغرب لونه أبيض يشبه القنبلة النووية، وكان كأن اثنين انفجارات، أو لكن الصوت كنت انتظر يصل ولكن لم يصل. الرؤية واضحة، يعني في نجم سقط من قبل المغرب وله ذيل طويل ذهب نحو المشرق، ولكنه ما سقط في المشرق وسقط في بلاد الغرب. ثم قال للناس تحضروا، يعني حضروا حالكم، هذا الانفجار راح يخلق ايش، يعني هاي تنبؤات كل العالم انه راح يصير اشي عظيم يأثر على الارض كلها. اذا شفت الدخان يظهر للمغرب لونه ابيض يشبه القنبلة النووية، وكان اثنين انفجارات، ولكن الصوت الصوت بنتظر بالصوت ولكن الصوت لم يصل. هسه الصوت مذيع على العذاب، أصب عليه صوت عذاب، فالصوت لم يصل، إذا العذاب لن يأتي إلى بلاد العرب كثيرا، ولكن راح يكون حدثين، حدث اقتصادي وحدث عسكري راح يحدث بلاد الغرب، راح يكون تأثيره على البلاد العربية والإسلامية قليل، والله أعلى وأعلم. اللهم اجعل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.